شيعت ظهر يومه الاثنين جنازة الممثل الراحل عزيز موهوب بمقبرة حي الرياض بمدينة الرباط في جو مهيب ومؤثر. وشهدت جنازة الراحل موهوب حضور حشد غفير من عائلته ومقربيه الذين أعربوا عن حزنهم لرحيله، فضلا عن عدد كبير من الفنانين المغاربة والمسؤولين في قطاع الثقافة والفن يترأسهم محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال. وقد عبر جل الفنانين الذين حضروا الدفن عن عميق حزنهم لفقدان هرم من أهرام الفن والمسرح المغربية. وكانت الحالة الصحية للراحل قد عرفت تدهورا شديدا في الآونة الأخيرة بعد معاناته بضيق في التنفس. وتجدر الإشارة إلى أن الفنان الكبير عزيز موهوب تميز خلال أدواره سواء السينمائية أو المسرحية وأعطى الكثير للفن، ومن أبرز أعماله من دار لدار وجا وجاب، إن لله وإنا إليه راجعون.